بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على نبيك المصطفى، وعلى وصيه المرتضى، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، وعلى الحسن المجتبى والحسين سيد الشهداء. اللهم صل على أئمة المسلمين من ذرية الحسين، علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. من المسائل التي ننبه عليها دائما في صلاة الجمعة أن صلاة الجمعة يجب فيها الإنصات خصوصا في أثناء الخطبة، فيسقط استحباب السلام، وكذلك استحباب الصلوات النوافل. إذا دخل الإنسان الواجب عليه أن يستمع، حتى النوافل لا يصلي نوافل وإنما يستمع للخطبة، لأن الخطبة جزء من الصلاة. وكذلك لا يجوز الكلام أثناء الخطبة، والإنسان الذي يستطيع أن يتشرف بالجلوس باتجاه القبلة فهو الأولى، إلا إذا كان إنسان صاحب عذر، المعذور له عذره. ولكن ورد في الروايات إن لكل شيء شرف، وشرف الجلوس التوجه إلى القبلة، خصوصا إذا كان متهيئا في صلاة الجمعة والاستماع لخطبة الجمعة. هذه ملاحظات نذكر بها الإخوة إن شاء الله من باب فذكر إن نفعت الذكرى والذكرى تنفع المؤمنين. فيما بقي من الوقت جملة من القضايا الإسلامية والشؤون الإسلامية، ونبدأ بقضايانا في عالمنا الإسلامي. من أهم القضايا التي لا زالت تقلق المؤمنين وتؤرق المؤمنين هي الأحداث التي تجري في البحرين. تحدثنا في الأسبوع الماضي عن هذه الهجمة الأخيرة على المؤمنين في البحرين، والتي طالت العديد من العلماء ومن الناشطين في مجال حقوق الإنسان، والتي ليس لها مبرر حسب ما نعلم فيما بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، وإنما هي نتيجة الاعتماد على بعض المجرمين من بقايا البعث البائد، الذين للأسف تم توظيفهم في الحكومة وفي المخابرات في البحرين. هذه الهجمة التي طالت العديد من العلماء الأجلاء ومن فضلاء العلماء، واقعاً كانوا معنا قبل مدة في المؤتمرات، في مؤتمر منتدى الوحدة الإسلامية وغيرها من المؤتمرات، ونحن نعلم بيننا وبين الله سبحانه وتعالى أنهم أبعد ما يكونون عن العنف والدعوة إلى العنف. أن ترتب مسرحية بهذا المعنى انقلاب، احنا نعرف في كل العالم، في كل العالم مسرحيات الانقلاب يقودها عسكريون، ضباط في الجيش لديهم سلطات على أفراد، يمتلكون سرايا، يمتلكون وحدات من الجيش، يهجمون على مقر الحكومة، يسيطرون على مقر الحكومة ويعلنون البيان الأول. أما أن يأتي علماء أجلاء فضلاء لا علاقة لهم، أو شباب بسطاء لا علاقة لهم، أصلاً هي العسكرية ممنوعة على شيعة البحرين، وهذا المأزق، لأنهم أثبتوا بالأرقام أنهم ليس لهم وجود لا في الجيش ولا في الداخلية، فكيف يحاولون محاولة انقلاب والأجهزة الأمنية كلها بيد الحكومة؟ هذا الشيء الذي يقول حدث المرأة بما لا يعقل، فإن صدق فلا عقل له. محاولة انقلاب من علماء يتحدثون يطالبون بحقوق الناس، أو شباب يتظاهرون في الشارع للحصول على لقمة العيش. ولذلك هذا الأمر لا يمكن تصديقه أن يكون هؤلاء الأشخاص شاركوا، بل الأدهى والأمر أن قائد هذه العملية، قائد هذه العملية رجل معوق يمشي على عكازتين. الآن الذي متهم بأنه هو الذي رأس الخلية إنسان فاضل، دكتور أكاديمي من خيرة الأساتذة، أخلاقاً تديناً، ولعل الكثير من الأخوة يعرفون الدكتور عبد الجليل، يمشي على عكازتين، الرجل أكاديمي في الجامعة
أستاذ في الجامعة، كل ما بالأمر أنه ناشط في مجال حقوق الإنسان، وحضر لعدة مؤتمرات في جنيف وفي في بريطانيا وفي نيويورك، والذي يريد أن يدبر محاولة انقلاب لا يحضر مؤتمرات لحقوق الإنسان ويجاهد في من الناحية السلمية. ولذلك نقول هناك خلل. المصيبة إن كانت الحكومة، إن كان رأس الحكومة يعلم بهذا الأمر فتلك مصيبة، وإن كان لا يعلم فالمصيبة أعظم. المشكلة لا تحل بهذه الطريقة. مشكلة هذه الأنظمة، وللأسف أغلب الأنظمة العربية، هي تعيش هذه الحالة، حالة الانفصام بينها وبين شعوبها. حالة الانفصام، تحاول أن تسيطر على كل شيء وتحرم الشعوب، وبعد ذلك لا تحاول أن تحل هذه الإشكالية بينها وبين الشعوب من خلال المصالحة، وإنما دائما كما نقول تمارس الهروب إلى الأمام بمزيد من القمع، والقمع لن يأتي بنتيجة. نتمنى على الحكومة في البحرين أن تعتبر من التجارب السابقة المحيطة، كم مارس الشاه من القمع تجاه الشعب الإيراني، ولكنه ما استطاع أن ينتصر على الشعب، سقط في النهاية. وكم مارس صدام من الظلم والإرهاب والتعذيب، وهؤلاء هم رجال صدام الآن، هم نفسهم الذين يديرون عملية الأمنية في البحرين، هم الذين فشلوا، ما استطاعوا أن ينتصروا على الشعب العراقي، لأنه كما قال السيد الشهيد قدس الله نفسه، الشعوب أقوى من الطغاة. لا تستطيع بالقمع والإرهاب أن تسيطر على الشعوب. ثم أنه هذه الممارسات القمعية واقعا تكلف الحكومات أكثر بكثير مما يكلفها العدل لو أنصفت الناس. الناس لا يريدون أكثر من الحقوق الأولية للإنسان، أن يكون له وظيفة، أن يكون له مسكن كبقية الناس، كما تنعم بقية شعوب الخليج في المنطقة، أن يعطى الناس حقوقهم، أن ينصف الناس، أكثر من هذا لا يريدون. لا يريد أحد منهم أن يكون حاكما. ولذلك ممارسة المزيد من القمع لا تحل المشكلة. الحل هو بالمصالحة مع الشعب، بالرجوع، بالتفاهم مع الشعب، بالتفاهم مع العقلاء في الشعب، وهناك عقلاء كثر يستطيعون تهدئة الأوضاع، ولكن في المقابل أن تنصف الناس. هذا من ناحية. ثم من ناحية أخرى نخاطب الضمير، ضمير هذا الإنسان الحاكم والمسؤول، ونقول إن الظلم ظلمات يوم القيامة. أنت اليوم تنادى بالملك، وإن كان أنا واقعا أتحفظ عادة أن أخاطب أي شخص بالملك، لأن هذا صفة لله سبحانه وتعالى، هو الملك. وحتى المليك، بعض الدول حاولت أن تخفف، ما تسمي ملك، لا تسمي مليك، لا، المليك أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى ومن صفات الله سبحانه وتعالى. في مقعد صدق عند مليك مقتدر، المليك هو الله والملك هو الله. أنت اليوم ملك، ولكن يا أيها الملك ستقف أمام الله سبحانه وتعالى. حرمة الإنسان المؤمن عند الله أشد من حرمة الكعبة، وهذه رواية مشهورة عند الفريقين، عند المسلمين، أن حرمة المؤمن أشد من حرمة الكعبة. هذا الإنسان المؤمن الذي يؤخذ اليوم ويعذب وينتهك وتهان كرامته وهو بريء، هل لديك عذر أمام الله سبحانه وتعالى عندما تقف غدا أمام الله سبحانه وتعالى وتسأل بأي ذنب أخذ هذا الإنسان وأهين واعتدي عليه وعذب؟ مئات الأشخاص، الأعداد الآن بعض الأشخاص يقول وصل 300، وبعضهم يقول حتى 500، وبالأمس غريب والله أطلعوني على أصغر معتقل عمره 10 سنوات، طفل 10 سنوات معتقل سياسي. ما علاقة هذا في الانقلاب؟ طفل عمره 10 سنوات. احنا نأسف أن نقول هذا الكلام، لا نتمنى أن يكون هذا في بلداننا الإسلامية ودولنا العربية. هذا ما رأيناه إلا في الكيان الصهيوني، يعني في إسرائيل فقط أخذوا أطفال بهذه الأعمار. أما طفل 10 سنوات، ما علاقة هذا بانقلاب سياسي وانقلاب عسكري وما إلى ذلك؟ ولذلك نتمنى، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يهدي أولئك الحكام، وأن يعيدهم إلى رشدهم، وأن يصلح هذه الأوضاع المضطربة في البحرين، أهلنا وإخواننا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم جميعا إن شاء الله.